ربنا نويل الشرير والدب الشرير. يا ماشا انقذ القطة يا ماشا. كهني بابا نويل الشرير كهني يا متابعينا، بده يسرق القطة المسكينة مننا، بده يطلع الدب الشرير. الدب الشرير اليوم انا وماشا اشترينا ارعب واخطر قطة من الانترنت المرعب يا متابعينا، وهي القطة سعرها، فرجيهم سعرها يا ماشا، سعرها 100,000 دولار. وهي القطة يا جماعة الخير بتحكي مثل البشر، يعني هي القطة فيها تحكي معانا وفينا نحكي معها. وهلا امامكم يا متابعينا انا وماشا بدنا نفتح هي القطة من القفص وبدنا نحكي معاها امامكم، ونحن ما لنا خايفين من شيء ابدا. هلا جاهز يا مهند؟ جاهزين يا متابعينا لحتى نفتح. خلينا نشوفها من قريب. شكلها جدا مرعب يا مهند. هي القطة بتحكي مثل البشر، وهلا امامكم بدنا نفتحها يا ماشا وبدنا نطالعها من جوا هذا الصندوق ونحكي معاها. عبدي الباب عم يندق. مين عم يدق الباب؟ تعال شوف مين عم يندق الباب. ماشا مين عم يدق الباب؟ افتحي. بسم الله الدب الشرير. عم يخطف قطتنا. الدب الشرير. بسم الله مهند. يا الله الدب سرق قطتنا. يا هدي شو بدنا نسوي؟ المصاري يا الله. طب هدي خلينا نطلع لفوق لعنده. تعال نطلع لعنده يا مهند. يلا اطلع اطلع. بسم الله. يلا هدي انا وراك. اطلع اطلع. بسم الله. شو عم يسوي مع القطة؟ مهند تشوفها. بسم الله. شفت شكل القطة؟ القطة صديقتنا. الله على الدب الشرير يا مهند، شكله كتير خطير. هذا إنسان ولكن لابس قناع، رح نكشف عن وجهه وننقذ القطة. طب هذي قطتنا شو بنسوي فيها؟ ساعدوني ساعدوني. أنت يا الدب الشرير لماذا أخذتني؟ لقد قمت بخطفك لكي أعمل عليك طقوس. بسم الله. سمعت يا مهند شو حكت؟ القطة هي معانا، القطة طيبة ما هي شريرة. عم تحكي له للدب إنه ليش خطفها، بس هذا الدب الشرير لازم ننقذ القطة منه بأي ثمن يا مهند. شوف. بسم الله خلينا أشوفها. بسم الله. هذي كيف رح ننقذ القطة؟ كيف رح ننقذ القطة منه؟ بسم الله. إجا التليفون. ما مين عم يحكي؟ بسم الله ما مين عم يحكي؟ يا الله مهند الموضوع صار كتير خطير يا مهند. لو إنه يحيى عودي هذا. بسم الله. عودي أنت شايف شو شايف شو صار؟ بابا نويل الشرير والدب الشرير. شوف يا مهند. بسم الله. لا القطة لإلي. قطي صوتك قطي صوتك يا ماشا. وين تصورون؟ ودي هدول لوين رايحين؟ ما بعرف. شو بدي يسوي بقطتنا؟ بدهم يعملوا السحر للقطة. ودي شو بدنا نسوي هلا نحن؟ ما بعرف. بسم الله يا متابعينا، بابا نويل والدب الشرير لو تشوفوا شو عم يساووا بالقطة المسكينة. شايفتيهم يا ماشا؟ ايه ايه. شوف صور. خليني اصورهم يا ودي. بسم الله. بسم الله. طلع. ودي؟ القطة عم تحكي معاه. احكي معاه. استنى. هاي هاي لماذا تخرجني؟ ماذا ستفعل بي؟ طلعوها. بسم الله. طلعوا القطة يا مهند. طلعوا القطة يا عدي. مهند طلعوا القطة. بسم الله. شوف القطة المسكينة يا حرام. عدي استنى. عم بيحكوا معك. الآن سوف ندمرك وسوف نقوم بعمل الطقوس المرعبة عليك. لا لا أرجوك لا تفعل ذلك. لا تفعل. بل سأفعل الآن سترين ماذا سأفعل بك. بدي ياكلها الدب الشرير يا مهند. عم بسوي عليها طقوس جدا مرعبة. بسم الله. شو فينا ننقذ قطتنا يا عودي؟ يا الله. شو بدنا نرجع ننقذ قطتنا من الدب الشرير؟ أنا معي هذا السلاح، هلا بدي اروح اهجم فيها على هدول الاشرار وانقذ قطتنا المسكينه منهم ونستعيدها لنا، لانه اشتريناها نحن بثمن جدا غالي. طب عدي انت متاكد؟ انت في انت متاكد فيك تهزمهم؟ انا فيني اهزمهم. ايه طب انا اقوى منهم بكثير. طب هذا السلاح الخارق عرفنا عليه. هذا السلاح مهند مجرد ما قربته على وجههم عملت لهم هيك بيشوفوا الالوان كلها باللون الزهري، ما بيشوفوا شيء ثاني. يا الله عم سوي طقوس. يا الله. اظن يا عودي هلا لازم هلا شو بدي يسوي ما بعرف انا. رح يرجعوا شيء القطه لمحلها. شو بدي يسوي؟ عم بيعملوا طقوس كثير غريبه. مهند مهند رجعوا القطه. رجعوا القطه. يا الله. بسم الله. طقوس الهنود بدي يسوي. طلع عليها سكروا عليها. بسم يا الله. طلع 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 طلع. بسم الله. عليها طقوس. لا عم بقربوا الشمع حوالين القطه. بدهم يعملوا طقوس مرعبه يا مهند. ايه ايه. يا الله يا عودي.
طلع بحاصره القطه. انا بقترح اروح اهاجمهم وانقذ القطه هدول لاني دي بدي بلش طقوسهم هلا. طيب يلا يا عودي يقوم يعمل الطقوس مثل الهنود الحمر هدول انا بعرفهم. يلا هلا بلش بيعمل الطقوس تمام. بسم الله لازم انقذ قطتنا قبل ما يبلشوا هي الطقوس تمام. يلا يا عودي بسم الله. يلا يا عودي بسم الله عودي قام. شو عملوا طقوسهم يا مهند؟ يلا يا عودي شو عملوا الطقوس؟ بسم الله الدب الشرير بابا نرع بيعملوا طقوس على القطة. يا الله يا عودي عودي هجوم عليهم عودي هجوم عودي هجوم كفو عودي هجوم انقذ قطتنا كفو يلا يا عودي يلا يا عودي انقذ القطة كفو يا عودي انقذ القطة كفو يا عودي انقذ القطة يا الله عودي شو عم بصير فيها كفو عودي بقى عودي كفو عودي تستورة يا ماشا انقذ القطة يا ماشا كفو يا ماشي انقذ القطة وهربي تعال يا عودي انقذنا القطة عودي انقذنا القطة هربوا انزل لتحت انزل لتحت انزل يا ماشي بسم الله انزل عودي ارقد لتحت ارقد هنا ورانا يا الله ارقد يا عودي ارقد بسم الله ارقد هنا ورانا بسم الله ارقد عودي ارقد هنا ورانا بسم الله يا الله ارقد لتحت انزل عودي معك مفتاح السيارة بسم الله وينك هات مهند هني شعب الحقوق كهنة بابا نويل الشرير كهنة يا متابعينا بده يسرق القطة المسكينة مننا بسم الله بسم الله بابا نويل هوني بسم الله أنا جيت يا عودي جيت بسم الله مهند تدخل بسرعة يا مهند يلا يا عودي أنا جيت تدخل بسرعة تدخل سكر الباب يا مهند سكره سكرت الباب قفلته يا مهند شوف القطة هي معانا قطتنا يا مهند قدرنا ننقذها شوف الأشرار بسم الله بابا نويل هلا يا متابعينا الدب الشرير هلا يا متابعينا راح نستخرج القطة الموجودة داخل هاي العلبة ونحكي معاها يلا يا ودي احكي معاها قطتنا تعالي بسم الله هاي قطتنا يا الله مهند قطتنا كتير جميلة بسم الله أحلى. طيب يلا يا ودي اسألها يا ودي يا قطة انت منيحة نعم انا جيدة شكرا لإنقاذكم لي ترد علينا كتير منيحة انا خائفة جدا من هؤلاء الأشرار لا يا قطة طلع القطة خايفة منهم يا قطة لا تخافي منهم نحن بدنا نساعدك ما بنخليهم بسم الله يا عودي طلع بابا نوير عودي طلع الدب الشرير الدب الشرير يكسر الباب علينا اللي يكسر الشباك يا مهند بلور. انا بقترح انه شغل السياره ونمشي يا مهند ما بعرف يا عودي الوضع كثير خطير انا خايفه جدا خايفه لا يا قطه لا تخافي نحن موجودين هون عادي قفلت الباب شو من عمل الباب عليه سيارتنا قويه ما بيقدروا يدخلوا انا خايفه يجب علينا ان نرحل بسرعه لا تخافي يا قطه لا تخافي قطه كثير خافه شو بدنا نسوي تمام لا تخافي نحن معك بسم الله انا بمنع انه الاشرار يسيطروا عبرجوا السيارة كلها يا الله يا مهند هدول كثير أشرار هدول عودي بلكي كسروا بلور السيارة وهجموا علينا أنا بقترح أنه لازم نهرب من المكان لازم نهرب خلينا حتى رجع القطة المحل مكان ونفكر بخطة كويسة عشان أحسن نتخلص من هالدب الشرير يا بابا نويل ثواني بسم الله هدول كثير أشرار يا متابعينا نحن صار لازم نهرب من المكان عودي زمر عودي خليه يخاف هابي خاف خاف شوي يطلع رجع لورا خاف شوي بسم الله رجع لورا عرفنا نسوق السيارة تمام طيب يلا يا عودي ثواني شو خليني أشغل السيارة